سيطرة مفرطة أن أوان نهايتها، وتنبؤات منطقية جاءت من ذلك الرجل الذي حامت حوله الشكوك، فكشف مصير القذافي الغامض قبيل سقوطه بأيام قليلة، وكأنه يقرأ الواقع. فما القصة؟ فقد العقيد السيطرة على بلاده التي حكمها لنحو 4 عقود كاملة بالحديد والنار في وقت لم يسمع فيه لهؤلاء الأشخاص الذين لطالما وصفهم بأقرب أصدقائه، والذي كان في مقدمتهم بيرلسكوني رئيس الوزراء الإيطالي الأشهر الذي خاض العديد من التجارب السياسية المثيرة وفتح الكثير من الملفات الشائكة، ودائماً ما كانت توقعاته السياسية تحالفها الصواب وتتحقق على أرض الواقع. لكن على ما يبدو أن العقيد معمر القذافي لم يكن يثق في صديقه المقرب كثيراً، ولم تشفع كلماته الغاضبة في أن النهاية قادمة أقرب من أي وقت مضى، والوضع في بلاد المختار أصبح خارج السيطرة. في الحقيقة لم تكن تصريحات بيرلسكوني وقتها دعماً للعقيد بقدر ما كانت تحاول الثأر من كلماته الجارحة وتصرفاته اللامنطقية وتجفيه العلني في كل ما يحدث في أوروبا رغم ما كان يحدث في الخفاء. وبحسب ما نشره موقع الجزيرة .net، قال رئيس الوزراء الإيطالي بيرلسكوني إن الزعيم الليبي الراحل معمر القذافي قد يكون فقد السيطرة على الوضع في ليبيا، والتي تشهد ثورة عارمة وسقط فيها الآلاف. وفي تجمع سياسي في العاصمة الإيطالية روما، أعلن بيرلسكوني صراحة عن رغبته في دعم الشعب الليبي وإخراج معمر القذافي من الصورة تماماً بأي طريقة ممكنة حتى ولو كانت أصعب الحلول، ضارباً المعاهدة السياسية التي تم توقيعها قبل 4 سنوات فقط مع نظام القذافي، وتحديداً في عام 2008 من أجل إنهاء الجفاء بين الجارتين ومسح الخلافات التي دامت لأكثر من 30 عاماً بين الطرفين. ومتجاهلاً رسالة أخيرة أرسلها العقيد القذافي إلى روما في آخر لحظاته، يدعو فيها بيرلسكوني لمساعدته وإنهاء الدعم اللامنتهي للأطراف الأخرى حتى يستعيد القذافي زمام الأمور في بلاده من جديد. فالعقيد أخيراً قد أدرك أن النهاية بالفعل حانت، وعليه أن يحاول محاولة أخيرة يسقط فيها من عليائه ويطلب السماح والمدد من حليفه القوي بحسب صحيفة فرنسية، والتي نشرت في أوقات لاحقة فحوى الرسالة التي وجهها الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي قبل رحيله بلحظات قليلة، يدعو فيها رئيس الوزراء الإيطالي الأكثر إثارة إلى ضرورة وقف القصف حفاظاً على الجميع، حيث دعا القذافي بيرلسكوني وقتها إلى ضرورة وقف هجمات الناتو من أجل أن تستتب الأوضاع وتستمر العلاقة التي تجمعهما معاً، متعهداً بإعادة النظر في كافة الملفات الشائكة والتصرفات التي تغضبهم. وأنتم برأيكم، هل كان يستحق الرئيس الليبي الراحل معمر القذافي فرصة ثانية مقابل أن يعيد النظر والتفكير مرة أخرى في أفعاله وتصرفاته التي أغضبت العالم الأول؟